أنت الآن إذا مرضت تذهب إلى أي طبيب؟ تذهب إلى أي طبيب أو أفضل طبيب؟ تذهب إلى أعلى طبيب. تأتي للطبيب. يكتب لك العلاج. ماذا تصنع عندما يكتب لك العلاج؟ تذهب إلى الأماكن التي يباع فيها الدواء وتشتري الدواء. هل تشرب مباشرة الدواء؟ لا تشرب. تفتح الدواء وتقرأ الورقة التي في داخل الدواء. تتأكد. نعم. طيب الآن في الدين هل تأخذ العلم من أي أحد؟ أنت دينم ديجك دو غزاجري ست قدرتكمي دين القيب خنو دينم شبه سامي ست قدرتكم ديجك. لماذا في مرض البدن تبحث إلى أعلى طبيب؟ وي أبحثكم جوز قوات فاما نخفت تزغ خجم ديوكو. وفي الروح في الدين في الشريعة تأخذ الشريعة أحيانا حتى من جوجل. أو وي بسلز غخوش دينر. ويبسز غخوش ديني مش أنا غش تبغوتنم ده سازمزة جوجل ميقشيب خمخش أنا غش. والله هناك بعض الأشخاص يقول أنا لا أخذ من فلان في العقيدة، فإذا لا تأخذ منه العقيدة كيف تأخذ منه الفقه؟ وري حتى قدر شو أنا غز غوت شو هذا غوالة ما أخذته سام ودتكم عقيدة رقيس خم جوا هو عقيدة ربقش ومخج دورة بفيق خلزري يبخر. يا أخي نأخذ عن الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان.